مع الدب ايات احد يساله يعني بدي. لما فشلت في المحاولة للدخول المخيم صارت تقصف في الطائرات. أول صاروخ طبعا نزل عندنا في الحارة هين، سمعنا إنه في شباب بيتصاوبوا، حاولنا نتقدم حول النافذة، خرجنا من الغرفة للنافذة بدنا نحاول نسحب في الشباب، ما وصلنا تقريبا إلى البوابة القرب الرئيسية إلا الصاروخ الثاني ينزل كمان صاروخ، فالوضع كان سيء جدا ومزر جدا وما قدرنا نسحب الشباب لغاية ما انسحب الجيش، وكان إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال.